الواقع انه مجموعه تمارين هلا صرتوا تقدروا تطبقوهم بتفاصيلهم مع ارقامهم. هاي مجموعه صور لميمة، طبعا صور واقعيه اغلبها ما لها عكس، عباره عن قطع فرش مثل ما شايفين، طاولات وكراسي. فهدول كلهم يعني الفكره تبعيتهم مكونين عندي اغلبهم، ما هي طبعا حكى البقيه، يعني مكونين اغلبا من مجسمات بسيطه مثل ما شايفين، عباره عن بوكسات و في عنا هلا بعد شوي رح نشوف طاولات دائرية. هدول كلهم بدنا نرسمهم معكم على فكرة ضمن هالأوامر اللي أخذناها هلا، تمام؟ فنحن رح نطبق هلا تمرينين منهم. خلونا نرسم هاي الطاولة، تمام، وبعدها رح نعمل خلونا نشوف هدول كلهم بنعملوا بس بخلي شيء لبعدين. رح نعمل هاي كمان، تمام، ونحاول نشتغلها سوا. هلا اذا اخذنا اول شيء هاي الطاوله الصغيره اللي شايفينها هون، اذا صفنا فيها من شو مكونه، هي بوكسات، تمام، عباره عن بوكسات. طبعا لاحظوا هون اول شيء النسب، انه عندي هاد بوكس نص هاد مثلا، وفي عندنا تحت اطراف اربعه اذا شايفين هون. فامرها كثير بسيط، هون بس مهاره الايد اللي عم تشتغل. رح ناخذ هاي اذا اخذناها عباره عن بوكس ابعادها 60 ب 60 ب 60، تمام، سماكه الخشب رح ناخذه 3 سم، تمام. هلا اذا عندي هاي 3 وهاي 3، ارتفاع نص سم شو رح يبقي عنا؟ عنا لا، هاي 60، 54 حيبقى معنا، فبس مشان ناخذ الابعاد. وبيبقى بس موضوع شو تطبيقه على بعضهم بسناب، وممكن انا انسخ واعمل روتيت لهاي، يعني بعمل انا وحده من هاي. طيب بعمل وحده من هذول وبعدين بعمل لهم نسخ وروتيت، تمام. الاطراف الاربعه التحتانيات نفس الشيء، يعني اذا اخذناهم مثلا هذول 5 ب 5 ب 3 سم، بنعمل وحده، شو بنعمل البقيه؟ نسخ. فالموضوع كثير بسيط. طيب مين بحب يجرب؟ تفضل تفضل. عبد الباري باخذ بوكس، تمام. اول شيء بحب ارسم بناء على القيم، ماشي؟ ايه، نقي هون بعد، لا هي بعدين بروح على الدفاع، نقي القاعدة. طيب بختار القاعدة، بدي احدد ابعادها، تمام. حكينا عن القاعدة بناخذها 60 ب 60 ب 3 سم، 60 تاب بس تاب الكيبورد كمان 60، هي 3 هي، نروح نحدد الشكل، تمام. نعمل هيك، نعمل على الزد 3 سم، اوكي. هلا اعطيني سم، رح اعمل لها 3 سم، ايه، وهلا بدي اعمل لها كوبي. طيب نسخ، عملنا نسخة، كيف ممكن احنا نعمل نسخ؟ هلا هون في نقطة، انه عندك نسخة الفوقانية شدت في عنا 54 54 بالضبط، او 53، اخذنا السمك 63 عفوا 3، ايه مظبوط، تمام. ايه ايه مظبوط، مظبوط. فنحن بدنا نعمل فرق نسخ بيناتهم مع القيم، شو ممكن نعمل الشيء هذا؟ هلا بصفر هي، بعمل لها كوبي وارجع ارفعها. طيب وقبلها بس شو لازم نعمل؟ حدد شو؟ نعمل لون، تمام. زر اليمين الجسم ضاعت لك بشكل عام، تمام. هلا بدنا نرفعها بس لا قبل، عملت كنترول زد، بدنا نرفع بناء على القيم.
على البوكس. بدي احدد هلا السناب. من هون لا حدد هي خلاص حفظها. هلا انت الفكره ممكن ما تاخذ الجزء تفسر معك بس انت طيب ارسموا لحاله وبعدين انا اقوله يعني بالضبط غير نحطه اسماء بس رح ندخله مباشره هلا عن طريق شو تمام عن طريق الكيبورد هلا فين اعمل هيك انا بعدين ارفع لا ايوه الكلام مضبوط صار تقدر تكتب له العرض جوا يعني ايوه تمام ايوه ما عندك التقاط جوا ايوه فهلا ما رح نرسم رح ناخذ بوكس عندنا خلينا نقول عرض يا ارسموا لحاله مثل ما رسمت بالضبط بس مباشره ما رح ندخله على الكيبورد انت على اليمين ايه على اليمين تي على اليمين شوف على الكيبورد انت كاميرا تمام خليه مصفاط دور ما عليه نحن بدنا نقول ليش نقاها هنيك لحاله فوق؟ هلا هو نحن محمود صار على صفحته، وضعه طبيعي بالتاسك ايوه ايه هلا لو انا فعلها هنا لسه شو بنعمل؟ تمام وصلنا مثل اليمين، هلا بدك تاخذ على السناب موف على السناب الموف كانت اي؟ لا الموف دبليو دبليو تمام، بس مبينين عندك زوايا شيء؟ لا معناته شو لازم نعمل؟ رح نعمل على لا الت وهيك لا ايوه اف 30 تمام هي زوايا صارت واضحة عندك كبس مع سحب من زاوية لزاوية طيب تاني لقطة قال زر المصطنع تأكد بس انه طبقه تمام شايفين شلون طبعا معنا بعد اف 30 تمام هي اول طرف رح نعمل نسخة ثانية منها كمان بعمله بنقر على الشكل بعمله كوبي لا بعمله كلون كوبي مسافة جدا الأبالة طبعا بس طبعا هلا هاي اليسار
الشكل بناخذ من هاي الزاوية. رجعنا الى اول قائمة يعني. تمام.